السلام عليكم. ده سيتي انجن بس اونلاين على الويب من غير ما تطلعها خالص. بتدخل على الموقع تلاقي الحاجة بالشكل دوت، ترفع الموديل بتاعك، تقدر تقول له انا عايز اشوف العناصر فيها او مشفاش. تقدر تعمل مقارنة بين حاجتين، مثلا قبل مثلا 10 سنين والان، لان انت تيجي تدوس على زر السهمين دول وتبدأ تحرك كده بحيث تشوف الفرق كان عامل ازاي. تقدر تعمل سيرش على اي جزء او اي عنصر انت عايزه، اي مبنى انت عايزه. تقدر تشوف الاعدادات اللي انت عايزها، ممكن تقول له انا عايز اعرف معلومات، اللي يجيب لك كل الانفورميشن اللي ممكنه عن الحاجه ديت. ممكن تيجي هنا تلاقي صور معينه، مثلا يعمل لك زوم على حاجه معينه، دي مثلا للهاي رايز، ده مثلا مبنى معين بتعمل عليه زوم.